الشعب الفلسطيني عاش مرحلة حرب، وفيك الكثير من المخلفات الحربية الموجودة من بقايا الحرب. فالطفل لا يعلم بهذه الأجسام، فيجب توعيته حتى يبتعد عن هذه الأجسام، حتى لا يعرض نفسه للخطر. أنا لما بلعب الدمى بكون مبسوط، لأنه أنا بكون بوعي الناس إنه الأجسام الغريبة ما نمسكهاش لأنها خطيرة وممكن تأذينا.